في رمضان طلعت عليكم بواحد ضيفة شرف في حلقة من دي كابسول سميتو مستر سانسور ديال المخرج السي محمد عهد بن سودة والإنتاج ديال السي حسن الشاوي اللي اتصل بي هو الصديق ديالي مدير الإنتاج السي محمد الكغاط. فأنا طلعت عليكم باش نقول لكم بليها أنا مازال موجودة مازال كاينة، يعني غادي نسالي أنا ساليت العلاج ديالي إن شاء الله غادي نكون معكم في الأعمال القادمة إلا جاوني شي أعمال مزيانة. فهذا هذه هي الحاجه اللي عندي في هذا الشهر هذا المبارك.